بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا، مساكم الله بالخير. انت تعرف كل مباراة نواجه فريق وكأنها المباراة الأخيرة في حياته، وهذا شيء طبيعي، كل حق مشروع، لكن أبغى أشوف نفس الهوية في مباريات أخرى، ما أبغى أشوفها بس لما يجي مع فريق الهلال. يعني أشوف أنا النقاط الموجودة، أعطوني شيء معين ضيع الفيصلي غير أن احنا نختم وتسجل فينا، نفس السيناريو يتكرر. أول شيء الأسلوب اللي لعب فيه الفيصلي كان أسلوب صعب على أي فريق. في البداية كنا نبحث عن التسجيل مبكر حتى نرتاح، صارت لنا فرص ما سجلنا. طبيعة المباريات هذه، في لاعبين تكون في وقت في يعني في فورمتها، في لاعبين ما تكون في فورمتها، وهذه هي البداية. لكن البديل جاهز، الأسلوب تغير في اللعب، استغلينا فرص وكانت عندنا فرص أكبر. نفس الشيء أعتقد السيناريو في مثل هالمباريات يكون 2-0، لأنه ما في خطورة، أي خطورة تثر تذكر من الفريق الفيصلي، مرتدات على أمل أو أخطاء يستنى خطأك الفردي اللي هو يحصل، وهذا ما حصل. كرة ركنية ميتة تقريبا. على العموم كل فريق عنده الأحقية للعب، لكن أبغى أشوف الهوية هذه للفرق تلعب فيها أمام الفرق الثانية وليس فقط أمام الهلال. نحن نشوف الآن كل أغلب المباريات الفرق تنضبط تكتيكيا وتشتغل شغل قوي، ولكن في مباريات ثانية نشوف المجهود أقل وعدم القتال اللي نشوفه في مباريات كثيرة، مثل القتال اللي شفناه في مباراة اليوم. فأعتقد فيصلي أو غيره من الفرق لو تلعب بالدوري كلها وتحط شعار نادي الهلال أعتقد ممكن تأدي تنافس على الدوري. شكرا كابتن. راح مرة أخرى من الأخرى الإعلامي والصحفيين كلها تنصرف وكلها تحضرها. لا بس تغيرت، احنا نشوف السنة اللي فاتت الفرق كلها كانت تلعب امام الفتح بطريقة غير من لما تلعب امام الهلال، والسنة هذه تتكرر نفس الطريقة. معناتها اتحدت كل 13 فريق او 12 فريق كلها اتحدت ان البطولة اهم شيء ما ياخذها الهلال، هذا شيء مو صحيح. لكن من هالمنبر، من هالمؤتمر، من انا عندي كتيبة وعندي نجوم، لازلت اقبل التحدي وأقبل التحدي الشريف في الميدان. أي فريق عنده الأحقية يلعب أي شيء يبغى، ما عندي مشكلة، لكن صعوبتها هي اللي بتطلع لها حلاوة، تعطي فيها حلاوة أكبر. لكن الدوري بالنسبة لنا وباقي المسابقات حنقاتل فيه في كل مباراة. الدوري من الآن وصاعدا حتشوف المباريات بالنسبة لنا مباريات كؤوس. اليوم أعتقد أنها كانت مباراة كؤوس، وزي ما قلت لك أنه ما في أي شيء يذكر بالنسبة للفيصل سوى أن كيف توقف لاعبين نادي الهلال. لكن من حقه، حق مشروع، لا أتكلم عن الفيصل أو أحكم كل الاحترام والتقدير لزميل مدرب فريق الفيصل وعن شغله واضح وكذا، ولكن بهالروح وبهالقتال الفيصل لن يهبط، بس يستمر على ما أدى اليوم. شكرا. تفضل سامي.